بنحتفل معاكي بخروج اغنيتك الجديده نفسي تعرف اللي انت مغنيه وكمان مخرجه، فكلميني بقى شويه عن التجربه دي. الاغنيه جات لي عن طريق محمود الخيامي، وكنا في تعاون بيننا ومن بعض انا وهو في اغنيه اسمها الف ليله وليله، وذات وكانت الناس حباها وبتاع، فلقيته بعت لي الاغنيه دي، بعتها للشيخ فهد في المنتج لشركه لايف ستايل، حبها سجلناها خلصنا. طيب فكره ان يعني كلمينا اكتر على الكليب، ان الاغنيه جت اوكي كلمات عجبتك وقررت ان انت تنزل وكان حظها لطيف ومواجهتش اي صعوبات دي اوكي، بس الكليب الشكل اللي خرج بيه الجديد وان انت كمان تقرري ان انت تبقي مخرجه، فده جه ازاي؟ هي ما قررتش والله، جت من عند ربنا. بصي، زي ما كانت احنا بنقول على الحاجه الحلوه والسهله دي قرفتها حلوه، صح؟ زي ما كانت قرفه الاوديو سهله وحلوه كده، كان نفس الكلام برضو على الكليب واخراجه. بالنسبه لي مش عشان انا عاملاه، انا فعلا اسرع حاجه انا سجلتها هو ده. انا الفتره الاخيره كنت انا خريجه اعلام اساسا، فبالنسبه لي الاخراج من وانا صغيره حباه، بس انا مش فاهمه ده اسمه ايه، الموضوع عباره عن ايه كده كده. كنت بسجل، كان عندي كاميرا سوني بابا كان جايبها لي، بصور بيها كده الاغاني وانا في البيت وانا في الاوضه، وكده كده فاهمه في برامج المونتاج، بركب الفيديوهات على بعضها وفاهمه في المونتاج كويس، ومحدش كان معلمني، انا اللي معلمه نفسي. شاطره، بحب ده، بحب اعلم نفسي بنفسي. بس زي ما انا بحكي لك مش فاهمه ده اسمه ايه. اقرا التترات عارفه الفيلم ده بتاع مين من قبل ما اقرا التتر. الاخراج، التصوير، مدير التصوير، المونتاج، الالوان، الحاجات دي، موسيقى تصويريه بتاع. ففاهمه في السينما وحابه السينما من قبل ما ادخل الغنى اصلا، وانا مش فاهمه ده ايه. الى ان الفترة الأخيرة دي بدأت أقرأ كتير ساعة الكورونا عن الإخراج، أقرأ في التصوير شوية. دكتور أحمد حسين اللي هو مدير التصوير كان معايا في الكليب، هو اللي علمني شوية، كنت قعدت معاه فترة وقعد يعلمني فيها، إلى أن قابلت وأنا بكلم مع الشيخ فهد إن أنا بحب الموضوع ده وحابة الإخراج، فقال لي طب يلا خرج الكليب، يلا جربي بقى في دي. حطك اللي هو قلبي اتشال واتحط في لحظه كده. انت بتقول ايه؟ فلقيته بيقول لي لا انا واثق فيكي، خلي بالك انا بحط خبرتي وتاريخي معاكي، بس انا واثق فيكي. فمعرفش هو جاب الثقه منين، بس ماشي. انت شاطره ويعتمد عليكي. هو انا الحمد لله كنت قد المسؤوليه في الاخر، يعني هو ده اللي المهم يعني. بس الميكس بقى كان عامل ازاي؟ كنت عارفه تركزي؟ كنت يعني انا مش عارفه، بس اعتقد المطرب او المغني الاغنيه اللي هيشتغل عليها دي اللي هو طول الوقت هو على طول بترن في ودنه على طول، انت بقى شايفه الصوت والصوره وانت شغاله على الاثنين، فده اخذ من حيز تفكيرك قد ايه، ولا الموضوع برده كان فيري سموث وعادي وكنت مستمتعه؟ جدا، عايزه اقول لك استمتعت فوق ما انت متخيله، لان طول عمري بقول لك بتخيل الحاجه وانا بعملها، يعني حتى لو انا داخله كليب وهعمله وانا بغني الاغنيه بتصورها بشوفها في خيالي، بس انا مش فاهمه ده اسمه ايه. اوكي، فانت اخيرا بقى انت شفتي وبتعملي اللي انت شايفاه بالظبط وعرفتي اسمه ايه، المهم اخراج.